أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، صلى الله على فاطمة الزهراء المظلومة المضطهدة بعد فقد نبي بعد فقد أبيها، ما خاب والله من تمسك بكم، أمن والله من لجأ إليكم سادتي. فيا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. الواثبين لظلم آل محمد، ومحمد ملقا بلا تكفين، والقائلين لفاطم آذيتنا في طول نوح دائم وحنيني، والقاطعين أراكة، هذه الأراكة الزهراء تستظل تحت هذه الشجرة، جاءوا فقطعوها حتى تبقى الزهراء في أشعة الشمس، والقاطعين أراكة كيما تفي في ظل أوراق لها وغصون، ومجمعي حطب على البيت الذي لم يجتمع لولا شمل الدين، والداخلين على البتولة بيتها، والمسقطين لها أعز جنين، والقائدين إمامهم بنجاده، والطهر خلفه تدعو برنين. خلوا ابن عمي، عظم الله لك الأجر يا فاطمة، خلوا ابن عمي أو لا أكشف بالدعاء راسي وأشكو للإله شجوني، ما كان ناقة صالح وفصيلها بالفضل عند الله إلا دوني. ثم ايش سوت الزهراء؟ يقول ورنت الى القبر الشريف بمقلته،
عبرا وقلب مكمد محزون أبتا. هذا السامري وعجله تبعا ومال الناس عن هارون. أي الردى أي الرزايا أتقي بتجلد هي في النوائب مذ حييت قريني. فقدي أبي أم غصب بعلي حقه أم كسر ضلعي أم سقوط جنيني. قهروا يتيميك الحسين وصنوه وسألتهم إرثي وقد نهروني. مات الرسول غابة وار النبوة وثار المعاد يريد يتشفى بعدوة. نار الحقد وجا ونار الجزل بالباب ومن قبل شان الروح من جملة الحجة بيها الوصي وابناه والزهرة والكتاب. صحوا يا حيدر قوم لا تنوخد قوة. أويلي أويلي وقفت البضعة داخل الحجرة بالأخمار تندهش جرمتنا شعلتوا بابنا بنا. ما يناسب احجي ويا الغروب ذنهض يا كرار. عجل ترى يهجمون ما بيهم امروا. أويلي ما جاوب الكرار بس تجري دموعه وفتحوا الباب ومن ورا الباب الوديعه. والعبد ايش سوى العبد؟ والعبد بالباب اتجى وجلى جموعا وحسوا عصرها وغدت من خلف التلوى. خرت وخر المحسن وصاحت يا فضة بالعجل دركيني ترى ما اقدر النهضة. انكسرت ترى ضلوعي وجسم المرض مضاه وما بقت لي من ضربة المسمار. اخديني يا فضة. الزهرة تريد تشتكي تشتكي الى من؟ تريد تشتكي الى علي بن ابي طالب. اخديني يا فضة وحيدر الكرار شوفي وخبريه عن حالي وعن ضيم طحت بي. صاحت يا بنت المصطفى حيدر مشوا بي وقلبه على جمر الغضاء لجلك تطوى. والله لو شفتين حلال المشاكل ليث الحروب برقبته حطه وحماي ويمشي بطاعتهم ودمع العين ساي. صاحت تجيل القلوب فارق سلوة. ان كان طلعوا بالوصي قوم اطلعيني. انسيت العصر بالباب وتسقط جني. قوموا نروح القبر جدكم يا بنيني. ورد خبره بين الدهار بعده ايش سو. ولكن الامر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم. طيبوا أفواهكم ونوروا قلوبكم بالصلاة على محمد وآل محمد. الله اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه الآية المباركة قد نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله في واقعة أحد. واقعة أحد التي جاء فيها قريش وكان يرأسهم أبو سفيان ومعه زوجته هند وولده معاوية وكان في العشرين من عمره. ورسول الله صلى الله عليه وآله جعل خطة حربية بأن جعل 50 من الرماة على جبل الرماة وقال لهم لا تنزلوا من على هذا الجبل وإن رأيتمونا نغتنم. حتى لو تشوفوا نغتنم يعني واحد يأخذ إليه سيف وواحد يأخذ إليه درع. لا تنزلوا من على هذا الجبل وإن رأيتموهم قد أدخلونا المدينة. يعني حتى لو احنا مهزومين الجبل ما يترك. والحرب مع رسول الله صلى الله عليه وآله لا ينبغي للمسلمين أن يتركوا رسول الله صلى الله عليه وآله للسيوف ويولون الدبر. التولية الدبر بمعنى ارتداد، يعني تركوا رسول الله. الأمر الأول كان في بداية الأمر في هذه الواقعة النصر للمسلمين. انتصر المسلمون وأصبح المسلمون يتقدمون ومنهم من يغتنم، وكان خالد بن الوليد سيف الله المشلول لما وقف نظر إلى الرماة ما يقدر يلتف خلف المسلمين، ولكن لما نظر الرماة إلى الغنائم غرتهم الدنيا. ترى الناس دين مقياسها الدينار والدرهم، تراها شوف إميل قلبه شاف الدروع وشاف في الدواب فنزل أرادوا أن يغتنموا، فنزل الرماة من على الجبل ولم يبقى منهم إلا أميرهم. يقول لما نظر إلى ذلك خالد بن الوليد خرج بكتيبة، خرج بالكتيبة ودار على ذلك الجبل وجاء للمسلمين من خلفهم. وكانت هند تشجع المشركين تدفع إليهم المكاحل، الفارين تدفع إليهم المكاحل تقول له خذ إنما أنت امرأة، تشجع تقول له أوقف يعني اتعيرها. يقول فكبسوا على المسلمين، يعني توقف الجيش وجاءت كتيبة من خلف المسلمين فكبسوا على المسلمين فأصبحوا في الوسط. فلما كبسوا عليهم وكان خالد بن الوليد يقول دونكم محمد، يقول فلما كبسوا عليهم نادى المنادي قتل محمد، ونادى من المسلمين قال قتل رسول الله صلى الله عليه وآله فاقتلوا أنفسكم. هذا المؤمن، المؤمن يقول اقتلوا أنفسكم. البقايا الأول ثاني
يقول شفت جبل أحد هذا العظيم يركبوا فوقه. يقول خالد إجا إليه وكان يعدو يولي الدبر يعني يركض ترك رسول الله إلى السيوف. ضربه بكعب القنا هذا الرمى ضرب بكعب قال فر بجلدك يا فلان تم الجماعة تويانا نعرف فر بجلدك ما قتل وطلع. الثالث وين يقولون طوف المدينة طلع حتى المدينة ما دخلها ولوا الدبر تركوا رسول الله صلى الله عليه وآله إلى السيوف ولا ينبغي أن يترك رسول الله يعني شنو انقلبوا فأقبلت الرايات إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من كل حدب وصوب وكلهم ينادون دونكم محمد وكسرت رباعية النبي وسقط في المعركة فأقبلت كتيبة فقال رسول الله يا علي اكشف هذه الكتيبة عني ويتقدم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وينكس الرايات راية من بعد راية كل رجل يرفع الراية قال ولا يرفعها إلا الأبطال قال كان أمير المؤمنين ينكسها 13 راية أمير المؤمنين نكسها ما في واحد يرفع الراية إلا وجد له أمير المؤمنين حتى صاح جبرائيل لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقر ولولا علي لقتل النبي. نزلت هذه الآية وما محمد قالوا رسول الله قتل قتل محمد قتل رسول الله نزلت الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات الموت الطبيعية أو قتل قال انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبه قال فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين يعني ما بقوا يا رسول الله إلا قلة قليلة هذه القلة وصفها الآية هذه بينة وواضحة وجلية. إحنا لما ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله كانت هنالك محاولات كثيرة في اغتياله وقتل النبي قبل الهجرة حينما تجمعوا على دار رسول الله صلى الله عليه وآله من كل قبيلة رجل وأرادوا أن يقتلوه هذه محاولة من المحاولات. بعد لما رجع النبي صلى الله عليه وآله من واقعة خيبر اجت امرأة يهودية وذبحت شاة ووضعت فيه السم وقدمته لرسول الله صلى الله عليه وآله طعاما قالت كل منه يا رسول الله فلما أراد أن يمد يده إليه فإذا باللحم يتكلم ويقول يا رسول الله لا تأكلني فأنا مسموم يعني ما أكل من رسول الله فأنا مسموم هذه محاولة ثانية لاغتيال رسول الله. لما نتوفق إلى زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله في أدنى اسطوانة تسمى اسطوانة الحرس إذا شايفيها هذه الاسطوانة مكتوب ارفع راسك فوق تشوف اسطوانة مكتوب عليها الحرس هذه إذا توفق هذه ليش يسمونها الحرس يقولون كان أمير المؤمنين يحرس رسول الله عند هذه الاسطوانة مينا يفدي رسول الله ما يسمون اسطوانة الحرس لأن علي بن أبي طالب يحرس النبي ها هنا ما حد يتعدى على رسول الله علي موجود علي هو الذي يحرس النبي ولذا كان رسول الله مستهدفا بالاغتيال بالقتل. ولما رسول الله ينتهي من حجة الوداع ويرجع ويذكر حديث الثقلين قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا ما راح تضلون. وبايع القوم لعلي بن أبي طالب وقعة الغدير يجي ذاك يقول بخن بخن لك يا علي أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة
ويطلعون، ما أدري هل هم مسلمين يعني قابلين بهذا الشيء، قبلوا يعني لولا تقدموا على رسول الله في العقبة، راح يتقدموا على رسول الله، راح يمر رسول الله على جبل يسمونه عقبة، وهذا الطريق لابد أن يمروا منه، فركبوا على سفح الجبل فقالوا إذا مر رسول الله صلى الله عليه وآله بناقته قالت دحرجنا الدباب فتنفر ناقة النبي فيهوي النبي في الهاوية، يعني محاولة اغتيال النبي. منو؟ مشركين؟ يهود؟ لا، مسلمين. هذا اللي يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شلون يعني؟ ويجي جبرائيل يخبر رسول الله صلى الله عليه وآله، ويجي النبي لما يمر يقول يا أفو يا حذيفة امسك الناقة جيدا جودها، ودحرجوا الدباب وكشفهم، الله سبحانه وتعالى كشفهم، فأخبر رسول الله حذيفة، فحذيفة كان يسمى بعارف المنافقين، رسول الله أبى أن يخبر عنهم، ما علم أسماءهم، ولكن حذيفة يعرفهم بالمنافقين، وهم أنتم تعرفونهم بعض منافقين. ويرجع النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة، ومن رجع النبي من حجة الوداع إلى أن قبض 70 يوما، يعني 10 أيام، شهرين وعشر أيام بقى رسول الله 70 يوما من رجع إلى المدينة، ومرض رسول الله صلى الله عليه وآله واشتد به المرض 14 يوما، 14 يوم اشتد بالنبي صلى الله عليه وآله المرض، لكن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا جئنا نسلط الضوء على وفاة رسول الله، رسول الله قال هيئوا جيش أسامة، أسامة هذا رجل شاب، قال هيئوا جيش أسامة، وأسامة شاب يعني أميرهم شاب، بعضهم اعترض بعد، فرضوا رسول الله صلى الله عليه وآله أبى إلا أسامة فإنه خليقا بالإمارة، وشلون تعترضون على رسول الله؟ فخرجوا كلكم اطلعوا، ليش؟ يهيئ الأجواء إلى علي بن أبي طالب حتى تخلو المدينة من المشاغبين، لأن هذا مشاغب، لأن هذا رجل عمره 60 و65 سنة ما يقبل بعلي بن أبي طالب، يقول علي بن أبي طالب هذا الشاب 33 سنة خلي رئيس علي، الفكر الجاهلي، العصبية الجاهلية لا زالت، أكثر حياتهم على عبادة الأصنام، رسول الله صلى الله عليه وآله يريد هيئ الجو، أطلعوا، لعن الله من تخلف عن جيش أسامة، الله سبحانه وتعالى هو الذي اختار علي بن أبي طالب، عندكم اعتراض مثلا يا قريش؟ يحيى ابن زكريا آتاه الله الحكمة وهو صبي صغير، عيسى عليه السلام تكلم وهو في المهدي صغير، يعني لما نجي إلى اختيار البشر لا ما نقدر نختار احنا، لما نجي إلى اختيار موسى عليه السلام، موسى راح اصطفى من قوم من بني إسرائيل 400 رجل من المؤمنين، واصطفى منهم 40 رجلا، يقول هذيلين الصفوة، الصفوة 40 مؤمن عندنا، من هو اللي اختارهم؟ قال من أولي العزم موسى، فلما اختارهم واصطفاهم فإذا بال40 يقولون له يا موسى أرنا الله، اللي اختارهم يقول له أرنا الله جهرة فنزلت عليهم الصاعقة، هذا الذي اختاره البشر، ولو نبي بعدها من أولي العزم، فلذا الاختيار للباري جل وعلا، الاختيار مو للبشر، فلذا رسول الله صلى الله عليه وآله شدد لعن الله من تخلف عن جيش أسامة، نفذوا جيش أسامة. ويجي ابن عباس يقول الرزية الرزية، كل الرزية رزية الخميس، يعني شنو؟ وش يريد يقول لنا ابن عباس؟ شنو الخميس يعني؟ يعني يقول الخميس، الجمعة، السبت،
الأحد، الاثنين قبض النبي صلى الله عليه وآله، يعني قبل 5 أيام لا يقبض النبي. أصبحت رزية الخميس. شنو رزية الخميس؟ خلونا مولانا نشوف رزية الخميس. رزية الخميس يا إخوان، رجعوا، رجع الجيش. رسول الله يقول لهم روحوا، لعن الله من تخلف عن جيش أسامة، هم يرجعون. امتلأ المسجد، امتلأ المسجد على بكرة أبيه، وكان رسول الله في الحجرة، في الحجرة، فإذا أغمي على النبي، قال الذي بالقرب من رسول الله أغمي على النبي، والذي بعده والذي بعده والذي بعده إلى آخر المسجد، اكتظ المسجد اكتظ. جاءوا فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وآله قد نكثوا، رجعوا. رسول الله يقول لعن الله من تخلف عن جيش أسامة، وجوا تجمعوا عند النبي في الحجرة، نفذوا جيش أسامة، ما في فائدة. قال اتوني بدوات وكتف، مدام انتم رجعتون اعطوني، جئوني بكتاب، بدوات وكتف، اكتب لكم كتابا لن تضلوا من بعدي، لن تضلوا. نفس حديث، هم يعرفون انه حديث الثقلين. فش قال الرجل؟ قال حسبنا، يعرف رسول الله وش بيقول، كتاب الله وشنو وعترتي. إيش قال؟ قال حسبنا كتاب الله، حسبنا كتاب الله، إنه ليهجر. وأخذها اللي من بعد قال إنه ليهجر، عضيدة عضيدة. و800 الطليق موجودين في المسجد، إنه ليهجر، والكل أخذ في المسجد يكرر ويقول إنه ليهجر. رسول الله أغشي عليه. فلما أفاق النبي يقول له يا رسول الله أنا أتي لك بالدوات والكتف، نجيب لك دوات وكتف، ورقة وقلم، إيش صار يعني؟ بس يعني صار هادي؟ لا، اتشاجروا اتهاوشوا، يعني عند رسول الله كل واحد رفع صوته، واحد يقول جيب له الدوات والكتف، واحد يقول له لا إنه ليهجر، يعني رفع صوته، رفع صوته عند رسول الله، وتشاجروا، يعني كل واحد باقي شوي وقوم للثاني يتهاوشون، وين؟ عند محضر رسول الله صلى الله عليه وآله. ولا ينبغي التشاجر عند رسول الله. تقول عائشة كفر القوم، تهاوشوا عند رسول الله، هي نفسها تقول تهاوشوا. فلما أفاق النبي طردهم، قال اخرجوا، قال نأتي لك بالدوات والكتف، قال أما بعد الذي قلتم فلا، طلعوا من داران. طردهم النبي صلى الله عليه وآله. نساء النبي إيش قالوا؟ قالوا لو ائتمرتم لأمر نبيكم لرشدتم. إيش قال هذا صاحب الطين الخبيثة؟ قال اكففنا يا صويحبات يوسف، هذا بعد في دار النبي، اكففنا يا صويحبات يوسف، فإن اعتل بكيتن عليه، وإن صح جرعتموه الغصص. فإذا برسول الله يقول يا أيها الرجال كفوا عن النساء، كفوا عن النساء فإنهن خيرا منكم. يعني إيش مرتبة يعني؟ وإيش مرتبة وصلوا إليها؟ تهاوشوا عند رسول الله وعفسوا المكان. هذا مو هذا هو نفسه صاحب المقولة، هو نفس هذا ذفر، هو نفسه اللي يقول إنما مثل رسول الله كمثل ذرة على مزبلة. هذا نفسه يقول ذرة على مزبلة، يعني رسول الله من عشيرته ما أكو واحد، ما أكو إلا رسول الله. شلون يعني؟ وين عبد المطلب؟ مو سيد. وين أبو طالب؟ وين هشام؟ هاشم؟ ها؟ هذا كلهم سادات. الله سبحانه وتعالى يقول وتقلبك في الساجدين. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ما دنستني الجاهلية، وهذا يقول رسول الله إنما هو در على مزبلة. شوف يا سبحان الله، شلون يخاطب رسول الله، شلون الخطاب، شلون الجرأة.
يغمى على النبي صلى الله عليه وآله. لما أغمي على النبي رسول الله يحتضر، هذا يوم الخميس، يوم الخميس، ورجعوا الرزية، الرزية كل الرزية، رزية الخميس قبل وفاة رسول الله بخمسة أيام، اتهاوشوا وتعاركوا عند رسول الله. أغمي على النبي صلى الله عليه وآله، ونجيب مواقف. خلونا نشوف الموقف الثاني. يجي بلال يطرق الباب على رسول الله، يطرق الباب بشدة. من بالباب؟ علي بن أبي طالب. يدخل بلال: يا رسول الله، تقدم بالمسلمين الأول، راح وتقدم أمام الناس، المسجد كله قد اكتظ من المسلمين، يتقدم الناس ويجود المحراب، يجود محراب النبي. يعني شوف الجرأة، محضر رسول الله صلى الله عليه وآله يحتضر، وهو يجي يجود المحراب، يجي هو ويا صاحبه يتعاركون، كل واحد يريد يصلي قبل. ليش؟ لأن إذا صلى بعد ذلك بتكون له الخلافة. يتعاركوا اللي يصلي قبل، ويروح وجود المحراب الأول، جود المحراب وكبر كبر. ويجي بلال يخبر رسول الله، فإذا برسول الله يقول: قوموني قوموني. شلون حالة رسول الله مولانا سادة بني هاشم؟ حالة رسول الله، يقولون رسول الله يقول: اتكأ على علي بن أبي طالب، واتكأ على الفضل بن العباس. شلون حالة رسول الله؟ يقول: ورجلاه تخطان في الأرض، ما يقدر يحركها رسول الله، يقول تخطان في الأرض. ويجي إلى منه؟ إلى هذا اللي تقدم المسلمين، يقول: ومسكه من ردائه وأرجعه. يعني بطل صلاته، شو تسوي أنت؟ بطل صلاته، أرجع تقدم على المسلمين. يقول: وصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وآله. لما صلى بهم وخلص، صلى صلاة خفيفة، ثم التفت وكلم، كلم حتى هذا، قال: ألم أأمركم بالذهاب وتنفيذ جيش أسامة؟ قال: جئت أجدد العهد معك يا رسول الله. أنا جاي أجدد العهد، أجدد العهد. قال: لعن الله من تخلف عن جيش أسامة، لما لم تذهبوا؟ قال: يا رسول الله، أكره أن أسأل عنك الركبان، أكره أسأل عنك الركبان. لا، مو تسأل الركبان، عندك في نيتك أمر، أمرا آخر، أمر ثاني. إزين، يلتفت رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المسلمين، يقول لهم: وكأني بأصحابي. هذا الحديث متفق عليه، وهذا تحصل حتى في البخاري موجود. وكأني بأصحابي يؤخذون ذات اليمين، يعني يوم القيامة يؤخذون ذات اليمين وذات الشمال، فأقول: يا رب يا رب، هؤلاء أصحابي أصحابي، فيرد علي: إنك لا تدري ما أحدثوا من بعدك. وفي رواية أخرى: إنهم ارتدوا من بعدك، فلا يسلم منهم إلا كهمل النعم. يعني أنت لما تحط إلى النعم، إلى مثلا الغنم والدواب، تحط لها علف، يبقى منها إلا شيء بسيط، عدل ولا تأكله كله. يقول: كذلك أنتم، ما يبقى منكم إلا قل قليلة. بعد، فإذا برسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من كانت له على محمد مظلمة فليقم. هذا الدرس العظيم، هذه ولو الرواية فيها شويها في النقل، ولكنه درس عظيم أخواني. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من كانت له على محمد مظلمة فليقم. فإذا بمن؟ بسواد. يقول: أنا يا رسول الله، ما هي مظلمتك؟ قال: يا رسول الله، حينما استقبلتك يوم من الأيام قد جئت من سفر، قال: وضربتني بالقضيب الممشوق. هذا قضيبك ضربتني في بطني. احنا ما نقول رسول الله ضربه سهوا، لا لا مولانا، لا يسهو رسول الله، نقول ما يدري، ما يصير، هذا خلاف،
فلذا احنا هني في هذه الرواية شوي نتعارض فيها ها شوي. لكن نقول شنو اذا اجينا نوجهها نقول لا سواده ما يعرف يمشي هو اللي راح للقاضي بضربه. يقول ضربتني قال رسول الله معاذ الله ان اكون عامدا. يعني انت ربما يا سواده انت اللي جيت الى القاضي بالممشوق وبعدها شوف بعض الناس انت لا هو ظالم نفسه وبعد يقول انت ظالم منه. قال اتعفو ام تقتص؟ قال بل اقتص يا رسول الله. قال يا بلال اذهب الى فاطمة الزهراء وقل لها تأتي اليك بالقضيب الممشوق. وراح طرق الباب يقول فخرجت الزهراء. ما تريد يا بلال؟ قال رسول الله يريد القضيب الممشوق. قالت ما حاله؟ قالت قال انه ينعى نفسه. يقولون جاءت بالقضيب الممشوق جاء به رسول الله إلى رسول الله رسول الله دفعه إلى سواده. يا سواده اقتص. قال يا رسول الله اكشف لي عن بطنك انت ضربتني في بطني اكشف لي عن بطنك. فكشف له رسول الله صلى الله عليه وآله عن بطنه فوضع فمه على بطن رسول الله قال اللهم إني أعوذ بك من النار بموضع رسول الله أو ببطن رسول الله. يتوسل برسول الله ورسول الله يقول له يا سواد أتعفو أم تقتص؟ قال بل أعفو يا رسول الله. قال رسول الله اللهم اعفو عن سواد. هنيئا لك يا سواد. دعاء دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله. ويرجع النبي إلى وين؟ إلى دار أم سلمة يدخل وتستقبل أم سلمة ورسول الله يقول يا أم سلمة هذا صوت محمد لم تسمعيه بعد هذا اليوم. فإذا بأم سلمة تنادي وحسرتها حسرة على رسول الله وحسرتها أخذت تنتحب. يتوجه رسول الله صلى الله عليه وآله إلى وين؟ إلى داره. يأتي إليه عمه العباس عم العباس يقول له يا رسول الله إذا كان الأمر فينا فأخبرنا وإن كان الأمر خارجا عنا فأوصي بنا. رسول الله يلتفت إلى العباس يقول له أنتم بني هاشم ها أنتم المستضعفون من بعدي. يعني شنو راح يحل عليكم يا بني هاشم؟ رسول الله يقبض. الصوب الثاني شنو؟ تجمعوا على دار فاطمة. تقول الرواية رأوا الدخان رأوا الدخان. من وين؟ يقول من دار فاطمة الزهراء. يعني تعدوا عليها على بني هاشم. أنتم المستضعفون من بعدي. يقول ثم لما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى داره قال ائتوني بحبيبي. ليش رسول الله قال ائتوني بحبيبي؟ ليش ما قال ائتوني بعلي بن أبي طالب؟ رسول الله في الحجرة يقول ائتوني بحبيبي فإذا بالأول. هذيك تقول يريد أبوي يريد أبوي ويروح ينادون الأول ويجي الأول يتخطى رقاب المسلمين يتخطى رقاب المسلمين. ولما واحد يدش الماتم أو المسجد ويتخطى الرقاب كل الحضر ينظر إليه يطالع. فإذا به يتخطى يتخطى الرقاب ويجي يوصل إلى رسول الله. لما وصل إلى رسول الله فإذا برسول الله يشيح بوجهه عن نغاور عنه. فقال المسلمون لو كانت إليه حاجة لأفضاها إليه. قالت الثانية لا يريد أبوي أني. وينادون الثاني ويجي يتخطى الرقاب إلى أن يوصل إلى رسول الله. ورسول الله يشيح بوجهه عن يقول ائتوني بحبيبي. فإذا بأم سلمة تقول ما لكم لا تندهون على حبيبه علي بن أبي طالب. جاء علي بن أبي طالب قال ما نظر إليه رسول الله قال إلي إلي يا حبيبي. يشوفون رسول الله يقول حبيبي لا
لكن لا يفعلون خلاف ذلك. وضمه إلى صدره وناجاه طويلا، أخذ ناجي أمير المؤمنين سلام الله عليه. فلما سئل عن ذلك قال: لقد علمني 1000 باب من العلم، من كل باب يفتح إلي 1000 باب. يقول: فلما ناجاه طويلا، يقول بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وآله في داره مع من؟ مع فاطمة الزهراء والحسن والحسين وأمير المؤمنين. بعد ذلك آجركم الله أيها المؤمنون في فقد نبيكم، لما أغمي على رسول الله وأفاء أخذ ينظر إلى علي وينظر إلى فاطمة وبكى بكاء شديدا. يعني أخذ يبكي رسول الله وأخذت تبكي فاطمة الزهراء وأمير المؤمنين والحسن والحسين. ثم أخذ يد فاطمة ووضعها بيد علي، هذه الوصية، ها الوصية، ها اسمع الوصية، ووضعها بيد علي. ثم التفت إلى علي قال: يا علي، هذه وديعة الله ووديعة رسوله، فانظر كيف تخلفني في هذه الوديعة وإني أعلم أنك لفاعل يا علي. بعد اسمع الوصية الثانية، ها تسأل علي بن أبي طالب ليش ما ثام؟ يا علي، سوف تضرب الحرة بمنظر منك ومسمع. ما أدري يقدر علي بن أبي طالب يسمع؟ تقدر أنت واحد يقول لك زوجتك راح تضرب؟ سوف تضرب الحرة بمنظر منك ومسمع. علي الرجل الغيور وقف على قدمه، ما يقدر تضرب الزهراء سيدة نساء العالمين الصديقة الكبرى 3 مرات يقوم ويقعد. قال: يا رسول الله، أفي سلامة من ديني؟ قال: في سلامة من دينك يا علي. قال: أصبر يا رسول الله. بعد ذلك أغشي على نبيكم آجركم الله، فانكب الحسن والحسين على صدر رسول الله ينتحبان، فجاء أمير المؤمنين لكي ينحيهما عن صدر رسول الله، فأفاق النبي. لما أفاق رسول الله قال: يا علي، دعهما على صدري. أشمهما ويشماني، أتزود منهما ويتزودان مني، وكأني بهما يظلما من بعدي. يقول: وفي تلك الأثناء فإذا بالباب تطرق. من الطارق؟ رسول الله مشغولا بنفسه. قال: لا بد لي من الدخول. فإذا برسول الله قد أفاق ونادى على فاطمة الزهراء: قومي. صاح النبي: قومي يا فاطم وافتح الباب. هذا الذي ميهاب من حاجب ولا بواب؟ يم الحسن هذا المفرق بين الأحباب، بس هالله هالله بعقب عيني بحسن وحسن. دخل ملك الموت قال: السلام عليك يا أحمد، السلام عليك يا محمد، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام، ولقد أمرني بقبض روحك، وإنه يخيرك بين البقاء في الدنيا مخلدا وبين أن تقبض إليه. التفت رسول الله في آخر لحظاته إلى جبرائيل قال: يا جبرائيل، ما ترى؟ قال: ولا الآخرة خير لك من الأولى،
ثم التفت إلى ملك الموت: يا ملك الموت امضي إلى ما أمرت به. وجذب علي بن أبي طالب تحت ردائه ووضع فمه على فيه، قال: يا ملك الموت خفف على أمتي حين قبض أرواحهم، آجركم الله فإذا بالنبي قد عرق جبينه وسكن أنينه وأسبل يديه وفاضت روحه الطاهرة. أيوة محمدا، أين المنادي ونبيا؟ وارتجت المدينة بأسرها، أخذ البكاء، يعني لا يرون الناس إلا البكاء، فلذا أصبح يوم قبض رسول الله يوم مضرب مثل، يوم بكاء على رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول: وجاءت فاطمة المفجوعة بأبيها تنظر إلى رسول الله مسجى، هذا الجمال المحمدي، تنظر إلى رسول الله مسجى على المغتسل يقلب يغسل. رحم الله أبو يوسف، يقول: شلون حاله؟ اتنادي اسم الله على طولك يا جمال الهاشمية، على المغتسل ممدود يا خير البرية، يا مرتضى اكشف لي عن الوالي وجماله وشيل الجفن عن غرته تودعه هشبان، هذا الحسن مشعوب قلب انظر الحال، وهذا الشهيد حسين عبرات جري، ويلي تغسل والدي وين الأعمام، فوق المنابر ما حلى حلو الجهام، قبل انت شيل خال اتودع اليتام، منا بعد ما نرتجيه للبيت جاي، وبهداي قلب جسم ابو ابراهيم بهداي، وانت يا ابن عباس بالهون اسجب الماء، طول على المغسل شعبني وفتت حشاي، ممرود قلبي وموحش الدنيا علي، ويلي تحفرون القبر واسعوا مكانه، وبهداي نزلوا جنازته وسفروا اجفان، ولا يا عز شال ولا لفان، ممرود قلبي وموحش الدنيا علي، ويلي تهيلون الثرى دفنوني ويا، ما اقدر اشوف البيت خالي من محي، قشرة تراه تصير عيشتنا بلي، بعد النبي ما ريد هالدنيا الدني. عفا الواكذبين لظلم آل محمد، ومحمد ملقا بلا تكفين. يا الله يا الله يا الله، اللهم تقبل عزاءنا يا الله، لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك يا الله،
اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. اللهم وبدل سوء حالنا بحسن حالك يا الله. اللهم ومن على مرضانا بالشفاء والعافية بجاه رسول الله يا وجيها. اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله. اشفع لنا. اللهم وبجاه رسول الله صلى الله عليه وآله من على مرضانا بالشفاء والعافية خصوصا من سألنا الدعاء. يا قاضي الحاجات اقضي حوائج المحتاجين لا سيما المنظورين يا الله. اللهم اقضي دين كل مدين يا الله. اللهم وفرج عن المسجونين يا الله. اللهم واحفظ جماعتي الحاضرين فردا فردا وإلى أمواتهم وأموات المؤمنين والمؤمنات والشهداء وقدمة الحسين الماضين. نهدي ثواب الفاتحة قبلها صلوات.